استنى شوف التضحية اللي ضحاها الشاب ده، بعد كده لف في التيك توك براحتك. هو عمرو سعد مكرم، طالب في كلية تجارة جامعة المنصورة، عنده 19 سنة. من يومين ثلاثة كده بالظبط سمع صوت تشقق واهتزاز في بيتهم، فطلع بره البيت علشان يشوف ايه الحكاية، فتفاجأ بان البيت بتاعهم بيوجع. طبعا كل الجيران نصحوه ما يقربش من البيت علشان خاطر البيت ممكن يوجع عليه. هو رفض بشدة وقال لا، امي جوه ولازم اطلعها. والجيران شهدوا باللي حصل وقالوا دخل فعلا علشان يطلع امه من جوه قبل ما البيت يوقع عليها. وهم ونزلين على السلم بدا البيت فعلا بالانهيار، فمسك ايد امه واصر انه ما يسيبهاش، وهي عماله تصرخ فيه وتقول له اطلع انت وسيبني، لكنه رفض انه يطلعها. ولحد ما فضل يطلعها قدامه قبل ما يطلعوا من البيت بالظبط، واول ما قربوا من الباب زقها بره البيت والبيت وقع عليه وسقط صريع تحت الانقاض، وافتدى امه بنفسه. رحمة الله عليك يا عمرو، يا من أعظم من بر بوالدته في زماننا هذا. يمكن في شباب كتير غيرك ما كانوش عملوا اللي انت عملته ده. والفيديو ده أنا عامله مخصوص تكريم ودعاء لعمرو بالرحمة والمغفرة، وأن ربنا يدخله الجنة إن شاء الله ويلهم أمه الصبر والسلوان. لو عايز تشارك معايا في تكريم والدعاء لعمرو بالرحمة، بالله عليك ادعي له بالرحمة واشترك في قناتي على اليوتيوب وشوف أجمل القصص والحقائق اللي بنزلها.